اليوم اللي بدنا نبدأ مع الإيكولاي. الإيكولاي طبعا هي من أشهر البكتيريات اللي هي نورمال فلورا عندنا كهيومن. طبعا كمان كنورمال فلورا كمان بتعمل عندنا مجموعة من الانفكشنز، خاصة إذا كان عندها توكسين معين. يعني الإيكولاي جرام نيجاتيف باسيلاي عندها القدرة العالية على الأدابتيشن للبلازميد، فعشان هيك ممكن تكون عندي إيكولاي with toxins اللي ممكن تعمل عندنا مشاكل كتير وأمراض كتيرة اللي رح نحكي عليها اليوم ونميز بينهم. واختلاف الإيكولاي رح يكون عندي إجمالا بالاختلاف البلازميد، عشان هيك في الإيكولاي الكلتشر للإيكولاي itself sometime in English خاصة في الـ GI track. فإذا بدي أدور عليها وأعرف المشكلة الرئيسية، فاليوم نشتغل على الـ PCR عشان أدور على البلازميد اللي أنا بعرفه هو بيحمل التوكسين اللي إحنا رح نشوف قديش في عنا ممكن في توكسينز. وحكينا بعض التوكسين اللي هو قلنا هيت ليباير وهيت ستيبل، في خاصة في عملية الدياريا. رح نحكي على يوريني تراك انفكشن، ترافيلرز دياريا، هيموراجيك كولايتس والهيموليتيك يوريميك سيندروم. هذول كلياتهم طبعا توكسين ديبندنت، وراح نحكي عن كل واحد ان شاء الله بالتفصيل. زي ما حكينا الايكولاي هي جزء اساسي في النورمال فلورا في الامعاء، وطبعا حكينا كمان انه يعني عندي كروموسومال او ايبيسومال باثوجينيك فاكتور اللي بيجينا. فكلمه كروموسومال او ايبيسومال، كروموسومال يعني اذا كان عندي الجين اللي دخل عليها هو انسيرتد في السيركولار دي ان اي تاع البكتيريا في الكروموسوم تاعها، او بيكون ايبيسومال يعني بلازميد مستقل عن البكتيريا الجينوم تاع البكتيريا. طبعا هي الاكثر من اكثر البكتيريات او العامل الاول لحدوث اليورين تراك انفكشن اللي هي اجمالا الايكولاي. طبعا في عنا زي ما حكينا التوكسينز لها بيختلف من واحد الى واحد، فعشان هيك بنصير نصنفهم للتوكسين اللي بصنعوهن. فعندي انتيرو توكسوجينيك شريشيا كولاي، هاي بتعمل عنا زي الكوليرا لايك إلنس اللي هي ووتر دياريا. في عنا الفيرو سايتوتوكسين بروديوسينج شريشيا كولاي اللي هي طبعا بنصيرو تايب تاعها O157H7، تذكروا الـ O والـ H والـ K، فهن اجمالا O157H7K1. بالعاده احنا من كل شيء ال K1، راح نركز على ال O157H7. طبعا هاي بتعمل عندنا اوت بريك، بتعمل عندنا كيدني فيلر في اليانج تشيلدرن، وطبعا هاي بتجينا اجمالا من البيف. عندنا الانتيرو باثوجينيك اسيريشيا كولاي، بتعمل عندي انفنتايل انترايتس. طبعا عندي انتيرو انفيزيف شريشة كولاي بتشبه كتير الشيجيلا ديزنتريا التايب 1، وتذكروا لما كنا انه عندنا لما كنا الشيجيلا ديزنتريا اللي هي اجمالا اكثر وحده ممرضه في الشيجيلو في الشيجيلا فاميلي، وقلنا انه عندها فيرو سايتوتوكسيك لايك توكسين اللي هو بيشبه قلنا الانتيرو انفيزيف شريشة كولاي. عندي انتيرو اجريجاتيف اسيريشيا كولاي، طبعا هاي بتعمل عندي كرونيك دايار الالنس اجريجاتيف، هي بصير عندي انه البكتيريا هذه بتعمل لايننج للامعاء وتمنع الابسوربشن في اللارج انتستين. النقطة التاسعة مهمة جدا وراح نركز عليها كثير في المحاضرة هاي، الشابتر هذا والشابتر الذي يليه، انتيبيوتيك تريتمنت is appropriate in urinary tract infection and serious sepsis, but most enteric infection managed by conservatively. القصة هون إنه في الدياريا إجمالاً
ما بتعامل مع الانتيبيوتيك. ليش؟ لانه اصلا ما انا عندي هي يعني انتيبيوتيك راح يقتل كميه كبيره من البكتيريا اللي في الامعاء. اجمالا الجسم بيقدر يتعامل مع البكتيريا هاي. فاجمالا ريهايدريشن اهم وحده عندي بعمليه الدياريا. ولكن اذا كان في عندي انفيزيف يعني صار عندي اجمالا في عندي خطوره اكثر في المرض, ساعتها بندخل في مرحله الانتيبيوتيك. بس اجمالا الدياريا اول عمليه بنعمل فيها اللي هي عمليه ريهايدريشن اللي قلنا الكترولايت اند ووتر. جرام نيجاتيف رود فاكلتا ديفينيروب اوكسيديز بوز نيجاتيف. طبعا الايكولاي لاكتوز فيرمنتر والكولوني طبعا تعرفوا تكون عندنا بينك على الماكونكي. ولكن زي ما انتم شايفين على الاي ام بي تعطيني اللون الميتاليك شين, جرين ميتاليك شين, بتكون لمعه خضراء لانها بتنتج اسيديتي عاليه جدا على الاي ام بي, فبتعطينيش لون البيربل بلاك بيربل, ولكن بتعطيني اللون الاخضر اللمع اللي انتم شايفينه. الريزيرفوار طبعا وين موجود الايكولاي؟ الايكولاي اصلا هي موجوده في الهيومن كولون, يعني هي موجوده عندنا, ولكن انه مش كلياتنا عندنا الايكولاي اللي بتعمل بلازميد. فعشان هيك ممكن يصير عندي كونتامينيشن بالسيوج للمي, فممكن انا اخذها من انسان تاني عن طريق الكونتامينيشن. يعني ما بنحكي على اندوجينس انفكشن, هي اكزوجينس انفكشن. بس مرات بيكون اندوجينس بيجينا من الجي اي تراك لليوريني تراك, ولكن اجمالا لما بنيجي بنحكي على الجي اي تراك اجمالا بتكون اكزوجينس. طبعا ممكن تعمل لي كولونايز للفاجينا يوريثرا. طبعا تعمل لي طبعا زي ما حكينا هنا الكونتامينيشن للكروبس في الفيكال فيرتيلايزر, وطبعا بتعمل مشاكل الانتير هيموراجيك سترين اللي هي O157H7. الانتير هيموراجيك سترين هذه اجمالا يجينا من البوفاين فيسز اللي هي كنا حكينا من الابقار. بوفاين معناها ابقار, فهي موجوده بالابقار, تجينا مرات من الروميت. ولكن كمان اذا زبلنا او عملنا حطينا السماد الطبيعي من روث الابقار مباشر على المزروعات, فهي ممكن تنتقل بهذيك السلاسة والسهولة. هنا زي ما احنا شايفين على الترانسميشن, طبعا كنا اندوجينس في حالة اليوريني تراك انفكشن ممكن تجي من الستول. فيكال اورال اللي هي اكزوجينس اجمالا, ماتيرنال فيكال فلورا, ماتيرنال فيكال فلورا. وفي ماتيرنال فيكال فلورا اذا بتتذكروا من المحاضرات الاولى حكينا ان هي من مسببات للمينينجايتس, لان هي اصلا بتكون موجوده مع من الام كل البيبي. طبعا الانتير هيموراجيك سترينز هذه اجمالا كنا من البوفاين فيكال كونتامينيشن, وهذه اجمالا كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه ممكن من الرو اندر كوكت بيف اللي هو زي ما شايفينه انتم بهي الصوره. هذا اجمالا لما نيجي الناس كتير بتاكل لحمة العجل بيعملوها في الفرن, بتكون اجمالا الستيك ميد يعني مش مطبوخ جيدا, فهذه ممكن تنقل اياها بالاضافة للابل جوس رنفولين ابل. شو هذه الحكاية اجمالا؟ طبعا الشركات الكبيرة اللي بتعمل عنا الابل جوس بلقطه من الشجر, ولكن بالعادة بالطبيعة التفاح بيكون عندنا بالشجرة بتساقط كتير لما بيستوي, فكمان ما بيكبوا التفاح اللي بيكون ساقط لأنه بيكونش هو مش تالف لما سقط على الأرض, فبيكون على الأرض بلموه وبياخدوه وبيعملوا منه عصير, وخاصة إذا كان العصير معمول هوم ميد جوس. طبعا ديروا بالكم في المزارع الكبيره للتفاح في بعض المناطق العاليه, طبعا في عنا الغزلان الكبار اللي بيجي, وهدول الغزلان كمان عندهم ممكن يكونوا حاملات الانتير هيموراجيك سترين للايكولاي, عشان هيك مربوطه بالعادي مع الابل جوس اللي خاصه الفولين ابل جوس, لانه بيجي الغزلان ياكلوا التفاح كمان بيخرجوا بهذيك المنطقة, فبنشوف الحدث هذا.
نيجي للباثوجينيسيتي التريتمنت مع الامراض. اول شيء بنيجي لليورينري تراك انفكشن وهي الموست كومن كوز. طبعا اندوجينس فيكال فلورا كونتامينيتد ان اسنت، يعني اجمالا هي اجتنا من الفيكال، خاصه في الناس المقعدين مرات كثير راح نشوفها عندهم اللي بنحط لهم الفوطه. طبعا ليش هي، طبعا الميكانيزم للباثوجينيسيتي بتاعتها الموتيليتي. طبعا نعرف احنا انه واحد بيصير عنده يورين تراك انفكشن شو من كله، يشرب مية كثيرة، عشان طبعا اليورين اصلا هو جزء من جهاز المناعة، فبيعمل عندي شافلينج بمنا. هسه هي زي الكليبسيا صعب تصيبنا الاسندينج خروج للاعلى، بس ممكن تعملنا في ناس اللي عندهم مشاكل في اليورين. الموتيليتي بتستطيع انها تسبح تطلع لفوق. طبعا كمان في نقطه كتير مهمه، مش كل ايكولاي بتعمل عندي يورين تراك انفكشن. الايكولاي اللي بدها تعمل عندي يورين تراك انفكشن عندها ادهيرنس لليوروبيثيليوم اللي هي بايلونيفريتيك اسوشييتد بلاي، هاي لازم تكون موجوده في الايكولاي عشان تقدر تعمل ادهيجن. وتذكروا لما قلنا انه اول الانفكشن اتاتشمنت. عنده طبعا الكلينيكال كلو، طبعا هي جرام نيجاتيف باسيلاي، وديروا بالكم على هاي، ديروا بالكم على هاي انه اذا لقينا ايكولاي في اليورين سامبل، اذا لقينا ايكولاي في اليورين سامبل من انجلس اذا بس موجوده، طب ما هي نورمال فلورا، طب انا هل هي اللي عملت الانفكشن ولا مش هي عملت الانفكشن؟ الايكولاي في اليورين quantitative test مش qualitative test. quantitative test means انه لازم يكون عندي ايكولاي بعدد معين، لازم يكون عندي اكثر من 10 قوة 5 colony forming unit per ml. فلما تتذكروا لما اشتغلتوا في اللاب يكون عندنا لوب ودائرة. الدائرة هذه هي لما بنعمل دب لليورين سامبل، انا باخذ 10 مايكرو لتر، ومن ال 10 مايكرو لتر هاي اللي باخدها بزرعها على الايجار سبريدنج على كل بليت، وبعد ثاني يوم اذا ايكولاي. لانه اذا كانت عندي اقل من 10 قوه 5 معناته ممكن تكون هاي من نورمال فلورا موجوده باليورين. ونتذكر مع بعض انه اليورين كلتشر ناخذ ميد ستريم يورين عشان اعمل شفلنج اول شيء للاولانيات اذا كان في عندي نورمال فلورا. فإذا كان عندي 10 قوة 5 فما فوق معناته عندي infection. أما أقل من 10 قوة 5 it is not مش هي causative agent حتى لو كانت في اليورين سامبل. okay. طبعا الانتيبيوتيك موجودة عندي فلوروكونولون والسلفونامايد، هذولا بتريتمنت لليورين تراك infection بكل سلاسة وكل سلاسة. طبعا النيونيتال سيبتسيميا من انجايتس اللي هي طبعا سكند موست كوز، وبتعرفوا مين الفيرست كوز؟ فيرست كوز اللي هي ستريبتوكوكس اجالاكتيا في النيونيتال. طبعا ماتيرنال فيكال فلورا كونتامينيتد ديورينج البارتريشن لما مش بيطلع البيبي. طبعا عندي طبعا الكابسول كي 1 سيروتايب مع الاندوتوكسين، هذا هو السبب لانه الكابسول طبعا انتيفاجوسيتيك. طبعا السيريبروسباينال فلويد كلتشر بنشوفها جرام نيجاتيف بس اللاي، وبعرفها مباشره. بتتذكروا لما قلنا انه انا الموست كومن بكتيريا بقدر اميزهن مينلي من الجرام ستين. سيبتسيميا طبعا اجمالا عندي كيف بنتكل عنا سيبتسيميا، طبعا من الاي في لاينز بتعرفوا الان بيشنت. سايتوتوكسيك دراج دامج انتستينال ميوكوزا، في الانتستينال ميوكوزا هذا اللي بيسمح للبكتيريا تعمل بنتريشن، هي بحد ذاتها في الامعاء عندنا كنورمال فلورا ما فيها تعمل بنتريشن وتفوت لجوا. فاجمالا اما كان عندي دامج في الانتستينال ميوكوزا او انه صار عندي انا اي في لاين دخلت من خلال الاي في لاين. طبعا ليش بالسيبتسيميا جرام نيجاتيف بكتيريا لايبوبوليساكرايد انتوتوكسين هو المشكله الرئيسيه اللي بتعمل المشاكل. طبعا بلاد كلتشر، طبعا الباسيلاي اوكسيديز نيجاتيف زي ما بتعرفوا عشان نتعامل. نيجي للجي اي تراك. الجي اي تراك كثير بالنسبه لنا هنا
مهم واحدة واحدة. زي ما انت شايفين عندي خمسة اجمالا هون من الميجر هدول اللي بنحكي عنهم. فينا انتيرو توكسيجينيك اسشيريشيا كولاي، انتيرو باثوجينيك اسشيريشيا كولاي، انتيرو انفيزيف اسشيريشيا كولاي، انتيرو اجريجاتيف اسشيريشيا كولاي، وانتيرو هيمرجيك اسشيريشيا كولاي. هدول زي ما حكينا اجمالا عشان اعمل كونفيرميشن لهم اذا طلعت عندي ايكولاي مينينجلس من كل ايكولاي تمام. بس عشان اقول ان هي السبب دي ان اي بلازمت بدور انا على البلازما. طبعا الانتيرو توكسوجينيك اسشيريشيا كولاي اللي هي الاي تي سي هاي بتسبب عندنا شيء اسمه ترافيلرز دياريا، شخص انتقل من منطقه لمنطقه بمجرد ما انتقل بصيبه دياريا طبعا لل سيلف ليميتنج، بتروح باربع خمس ايام بتروح لعالم. ممكن طبعا زي ما انتم شايفين ممكن نعطي شويه انتي بايوتيك، ولكن اهم شغله عندي الريهايدريشن تريتمنت، عندي الهيت ليبايل توكسين، وعندي الهيت ستيبل توكسين. الهيت ليبايل توكسين استيمولات الادينيل سايكليز مال اي دي بي رايبو سيليشن، وطبعا عندي انا اكسس ووتر ودياريا. هذا استيمولات الجونيليت سايكليز اللي هو الهيت ستيبل طبعا، وطبعا اجمالا بيؤدي لي كمان للدياريا اللي عندي. طبعا هذا بيعمل ادهيجن للميوكوزا وبتساعد عمليا على الدياريا. اجمالا نون انفلاماتوري دياريا، وهذا مهم جدا. نون انفلاماتوري دياريا شو يعني؟ نون انفلاماتوري دياريا، انفلاماتوري دياريا اذا بحط العينة الستول تحت الميكروسكوب بشوف بس سيل وايت بلاد سيلز، وايت بلاد سيل في انفلاميشن، يعني البكتيريا عامله بنتريشن، البكتيريا عامله انفيجن، فصار عندي انفلاميشن، صار عندي انفلاميشن. هنا مجرد انا لعبت على السايكليك ام بي او جرينيت سايكليز صار عندي اكسس ووتر، انا ما عنديش اجمالا انفلاميشن في الدياريا. طبعا ان ايدنتيفاي للانتيرو توكسين، طبعا ممكن نعمل اميون اسي اليزا او بايو اسي دور عليها بالاكتيفيتي للتوكسين، لمس التوكسين ممكن افحص التوكسين وجوده او عدم وجوده، طبعا الدي ان اي بروب او البي سي ار بالذات ايزي ان انا ممكن افحصها. عندنا الانتيرو باثوجينيك اسشيريشيا كولاي، هاي سكند موست كومون انفنتايل دياريا للأطفال الصغار، عندها adherence للإمسل، تمر rearrangement للأكتين، وطبعاً للميكروفيلاي، وبصير عندنا إجمالاً دياريا في الطفل. طبعاً هاي نفس الشيء non-inflammatory دياريا للأطفال الصغار وخاصة في developing country، بتلاكتاميز بيمشي حالها وبنعالجها. الانتيرو invasive اسشيريشيا كولاي، هاي invader للارج بول، لاحظوا انفيد يعني بنتريشن، شو معناها؟ انفلاماتوري دياريا، يعني في عندي انا حرب مباشره بين البكتيريا وبين الوايت بلاد سيل، عشان هيك انفلاماتوري دياريا. اجمالا تشبه الشيجلوزز حكينا، وقلنا عندنا انا فيرو سايتوتوكسين اللي ممكن زي ما شفتوا ممكن يعمل عندي انا الدياريا. الانتيرو اجريجاتيف اسشيريشيا كولاي، انتيرو اجريجاتيف اسشيريشيا كولاي هاي ادهيرنس فيمبريا كان انديوس انترلوكين 10. هذه اجمالا قلنا زي ما قلنا بتغطي الامعاء، هاي نون انفلاماتوري مش انفيزيف، اوكي. ممكن تصيب الادلتس والتشيلدرن طبعا الانتي بايوتيك اذا كنت بحاجه، ولكن اجمالا مش بحاجه. نيجي لأخطر واحد فيهم اللي هي الانتيرو هيموراجيك اسشيريشيا كولاي اللي هي الـ O157H7 اللي هي أشهر واحد فيهن. طبعا تيجينا من البوفاين فيسز طبعا من الزو أو طبعا البوفاين الأكل بنوكله. عندنا فيرو توكسين، شيجا لايك توكسين، شيجا طبعا زي شيجيلا 1 to 2 decrease protein synthesis interfere with the ribosome، يعني تعمل عندي قتل للخلايا. No fever, no polymorph nuclear cell اللي هي يعني إجمالاً
ما فيش عندي inflammation, ولكن شو عندي؟ عندي blood in stool, blood in طبعاً. طبعاً ما عنديش fermentation, طبعاً ممكن تروح لhemorrhagic colitis, okay؟ أو كمان اللي هي hemorrhagic uremic syndrome اللي هي the most common children أقل من 5 سنوات. Antibiotic بزيد الريسك للhemorrhagic uremic syndrome لأنه الأنتيبيوتيك بقتل النورمال فلورا وكمان بقتل البكتيريا وبزيد اللي بطلع التوكسين خارج البكتيريا. هذا الأخطر شيء اللي هي الhemorrhagic uremic syndrome. هيال E. coli O157H7 تعطيني شيء جلايكوتوكسين, البيروتوكسين, abdominal pain, bloody diarrhea, fever, seizure, lethargy. طبعا ممكن تؤدي لعندي لأنا إجمالا الهيمولوتيك أنيميا, أوكي, مايكرو أنجلوباثيك, بعدين ثرومبوسايتوبينيا, وممكن تعمل لي رينال ديفيشنسز. The treatment لإلنا سبورتيف إجمالا, ممكن أعمل دياليسز لأنه أنا ممكن بدخل في الرينال ديفيشنسي. ممنوع أستخدم أنتيبايوتكس لأن أنا عمالي بقتلها وبطلع التوكسين بكميات كبيرة. بعمل إجمالا بلازما فوريسز أو IVIG. شو يعني بلازما فوريسز؟ بلازما فوريسز إني أنا بأخذ البلازما, بطلع البلازما لبرا الدم زي غسل الكلى, ولكن بأخذ البلازما لبرا بفرغها من التوكسين, عملها absorption للتوكسين وبشيل التوكسين عن طريق الجرانيولز الصغيرة اللي بتكون فيها الانتيتوكسين, أو إني بعطي للإنسان انتيتوكسين اللي هو intravenous immunoglobulin IVIG, intravenous immunoglobulin انتيتوكسين, إني أنا أمنع التوكسين من العمل داخل ال. هنا إجمالا البيبر سنة 2020 بجانيوري, يعني إجمالا أول السنة إجمالا, هذه الكوليستين, تتذكروا الكوليستين؟ الكوليستين لما قلنا بنزرع على النايسيريا غونوريا, قلنا بنزرع نزرعها على ثاير مارتن إيجار, وقلنا الثاير مارتن إيجار فيه 4 أنتيبايوتكس أو 4 مضادات للفنجاي ولليست وللبروتيوس وللجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا, وقلنا الكوليستين بنضاف لأنه إجمالا كل جرام نيجاتيف بكتيريا سنسيتيف للكوليستين اكسبت نايسيريا التنتين غونوريا ومنينجايتيس. اجمالا الكوليستين هنا بقول لي انه في عندنا, يعني لما بيجي بقول كوليستين ريزيستنت سيرو كولاي معناته عندي انا مشكله كبيره, لانه هاي بتصفي عندنا اجمالا سوبر باج, يعني بكتيريا موجوده هاي سائل تنتقل بين البشر وممكن تعمل لي مشاكل كثيره في المستشفى. هذه إجمالا بيكون عندنا الـ MCR1 جين اللي هو بيعملها كوليستين ريزيستنسي بهاي البيبر, عشان كل قديش أنا عندي كان عندي مشكلة في بلد زي بنغلاديش قديش عندي ناس ممكن تنصاب في هاي البكتيريا. هيك بيكون إجمالا عندنا, انهينا للشابتر و